السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع التفقيس بدون تقليب، وطبعا كمية السمانة اللي طلعت لي 16 سمانة يا جماعة، من حوالي 42 أو 44 بيضة من السمان. وطبعا هي بالنسبة لي يا جماعة يعني الحمد لله رب العالمين، يعتبر انا بالنسبه لي الحمد لله مرضيه جدا جدا جدا، وخصوصا ان طبعا انا يعني ما خدتش او ما عملتش اي مجهود في هذه الدوره نهائي، غير ان انا حطيت البيض وشكرا على كده. وطبعا بزود ميه كل ما الصينيه بتاعتي بتخلص الميه اللي فيها. طبعا انا عايز اتكلم برضو، يعني لو يعني الناس لو بتشوف الفيديو ده لاول مره، طبعا يا جماعه الخير بالنسبه لتفقيس بيض السمان، المفروض يا جماعه ان البيض بيتفقس حوالي بياخد من 15 ل 16 او 17 يوم دوره التفقيس كلها. طبعا المفروض ان 3 ايام الاوليين بيبقى البيض ثابت بدون تقليب، وال3 ايام الاخاره بدون تقليب برضه، وبنقلل درجه الحراره في اخر 3 ايام. المفروض هي طبعا الطبيعي بيبقى 37.8، فاحنا طبعا بنقص 3 درجات عشريات، بتبقى اخر 3 ايام 37.5. طبعا الناس هتقول لي طب ليه انت حضرتك بتنقصهم؟ والله ده طبعا يا جماعة انا بعمل الكلام ده طبعا من تجارب ناس يعني قبلية قالوا الكلام دوتي، من بقى ايه يعني انا قريت كتير جدا عن موضوع تفقيس السمان قبل ما ابدأ افقس، وده طبعا اللي اجمع عليه الناس اللي هم اصحاب الفقاسات والناس اللي هم الدكاترة برضو اللي كانوا درسوا تربية ودورة السمان. طبعا بيقول لحضرتك سبب ال3 درجات عشرية تنقصهم اخر ال3 ايام، بيقول لحضرتك ان السمان داخل البيضة بتكون اكتملت وبدأت يعني تكتسب درجات حرارة من نفسها، نتيجة ان هي طبعا اكتمل جسمها كله والقلب شغال كويس جدا، فالحرارة لو زيادة على كده يعني عن الطبيعي، او فضلنا على 37.8، ممكن يأثر على السمانة بالسلب، ان هي ايه يعني ممكن يعمل لها حاجة في مخها او يعمل لها تشوهات اثناء الطلوع بتاعها. فاحنا لازم ننزل ال3 درجات عشريات دولي، هي بنفسها بقى هتبدأ ترفع درجة حرارتها، او احنا بننشطها ان هي ترفع درجة حرارتها تكمل 37.8 من نفسها بقى هي. المهم هنتكلم بقى النهاردة يا جماعة باختصار على الميزات والعيوب بتاع دورة التفقيس بتاعة السمان بدون تقليب، وان احنا طبعا زي ما الناس شافتني او الناس مش عارفة، انا يا جماعة المفروض احنا بنجيب البيض بنحط القطعة المكان المدبب بتاع البيضة لتحت، والمقعرة او اللي هي المنبسطة بتبقى لفوق، او غرفة الهواء تبقى لفوق بتاعة البيضة لو انت حضرتك عارف غرفة الهواء بتبقى مكانها فين. فالمهم يا جماعة طبعا احنا مبدئيا كده هنتكلم اول حاجة على رص البيض. طبعا يا جماعة انا كنت برص البيض في الفقاسة كانت بتاخد حوالي من 60 ل 65 بيضة. طبعا بالنسبة للتفقيس او وضع البيض بطريقة عشوائية، عملنا ايه؟ عمل يا جماعة ان البيض الحتة المكان اللي انا كنت اللي بحط فيه ال65 بيضة ما خدش الا 42 بيضة بس يا جماعة، يعني انا عندي فيه نسبة مثلا هنقول 30% او 35% من البيض ما حطناهوش لان ملوش مكان. تمام. طيب لو احنا مثلا اتكلمنا تاني حاجة على نسبة الفأس، طبعا انت حضرتك لما مبدئيا كده انت ما حطيتش بيض بزياده، فانت طبعا نسبه الفأس بتاعتك هتتاثر لان انت ما عندكش كميه البيض. يعني كان مثلا بيطلع لي حوالي مثلا في الدوره بيطلع لي مثلا 26 36 40 42 سمانه من ال60 بيضه، فاصبح ان النهارده طالع لي 16 بيضه بس، وطبعا هي دوره انت خدتها وخلاص، يعني معلش انت حطيت البيض
واستنيت قعدت 16 يوم، تقعد بقى تدح تحط له ميه والكهرباء شغاله باستمرار وفقاسه شغاله، وفي الاخر بتلاقي الكميه الصغيره دي طلعت لك، فانت ممكن تبقى زعلان يعني. طيب لو طبعا يبقى احنا المفروض دلوقتي يعني لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. طبعا انت لو حضرتك مثلا من الناس اللي هي يعني ماهيش فاضيه، يعني زي ما ناس بتقول لي كتير، يا عم انا ما ماليش فاضي اقعد اقلب التقليد ده، كفايه عليا اقلب مره ان كنت مثلا جاي اخر النهار، هينفع ولا مش هينفع؟ طبعا انا كنت دايما اقول لهم يا جماعه ما ينفعش، على اساس طبعا انا ما عمريش كنت جربت موضوع تفقيس السمان بدون تقليد. طبعا لما انا عملت التجربه وقدامك هياتي، طبعا يعني انا بقول له لو انت بقى يعني ما انتش مش هايصه معاك قوي، وانت مش فارقه معاك ان انت مثلا يعني لو كميه السمان 16 سمانه 20 سمانه وما انت زعلان، برضو يعني كل حاجه اصل حاجه، انت هتلعب شويه هتلاقي حاجه، مش هتتعب ما تزعلش بقى من اللي يطلع لك. طيب في عندك نسبه تشوهات؟ طبعا عندي نسبه تشوهات، عندي يا جماعه 2 في 16، يعني حوالي مثلا هنقول حركه 1.5% تشوهات. طب التشوهات دي يعني عبارة عن ايه؟ التشوهات دي عبارة عن يا جماعة السمنة اللي قدامكم دي، يعني السودة دي يعني زي ما انتم شايفين ماشية بتعرج اهي، هي رجلها مفسوخة خالص. طبعا عندي نفس الحكاية دي يعني مع رقبتها معوجة لسمنة بيضاء، هي تقريبا جوه نايمة يعني في وسط الاخوات اللي جوه ده، هماني نفس المنظر كده يا جماعة. نسبة تشوهات 1.5%. طبعا لو انت هتقول لي بالنسبة للتشوهات اللي هي بتحصل برضو للسمان اللي هو بتقلب، برضو بيحصل نفس الكلام، فهي تعتبر كده نورمال بالنسبة ل او عادي بالنسبة للايه لنسبة التشوهات. طبعا انت هتقول لي نسبة التشوهات دي يعني ليه وايه السبب؟ طبعا يا جماعة الخير برضو من يعني اللي انا قريته منه كتير جدا، ومع ناس من احبابي متابعين على القناة برضو قالوا لي نفس الكلام برضو. يعني احنا طبعا يا جماعة برضو عشان الناس تبقى عارفة، عشان ما حدش يعني يفتكر ان القناة بتاعتنا دي يعني ايه يعني مرجع ما ينفعش ان احنا نغلط فيه. طبعا لا يا جماعة، احنا يعني احنا مع بعض في هذه القناة بنكبر مع بعض وبنعلم بعض. يعني انا ما عنديش اي مشكلة ان لو انا مثلا غلطت في حاجة الناس تراجعني عادي خالص، جزاها الله خير ان الناس بتراجعني، بس ما يخشش بقى يتهكم عليا زي ما واحد بقى داخل بيقول لي ايه، بيقول لي انت حضرتك عامل 42 فيديو في الشهرين دولي، يعني قاعد عدي لي من الشهرين 42 فيديو، مع انه والله انا ما اعرف انا الاسبوع بعمل كام فيديو. الراجل دخل ومش مشكورا قاعد يعد لي من اول الشهر لغايه اخر الشهر، عدي لي شهرين وكفايه زهق يعني، فجاي بيقول لي انت 22 فيديو عملتهم وما طلعتش فاهم منك ولا حاجة. يا خبر ابيض، يعني 42 فيديو حضرتك ما خدتش مني اي معلومة؟ فطبعا انا ما قدرتش اكلمه الا قلت له يا عم طيب خلاص يا عم جزاك الله خير براحتك. يرد عليا يقول لي ايه تاني؟ يقول لي ده انا عندي دكتور لم تربية السمان ده في فيديو نص ساعة. انت حضرتك بقالك سنتين بتتكلم في تربية السمان. فطبعا كل الكلام ده يا جماعة أنا مش بعمل فيديوهات على أساس إن أنا يعني المفروض إن أنا كل يوم أو كل فيديو أطلع لحضرتك بمعلومة جديدة عن السمان. طبعا الكلام ده يعني كلام عاري عن الصحة، وأبقى راجل كذاب لو قلت لك إن أنا هعمل كده أو أقدر أعمل كده أو أي حد يقدر يعمل كده. أنا كل اللي أنا بعمله يا جماعة بعمل يوميات لتربية السمان ومعلومات نكتسبها من بعض، لا اكتر ولا اقل. انا مش بقول ان انا عالم في تربيه السمان ولا غيره، انا كل اللي انا بعمله ان انا بعمل تجارب لناس، يعني اغلب الفيديوهات اللي بعملها بتبقى تجارب لناس بيسالوني عايزين نعمل كده، هل يا ترى ده ما ينفع ولا ما ينفعش؟ اقول له انتظرني ان شاء الله احاول بقدر الامكان في اقرب فرصه ممكن ان انا اجرب لك الفيديو واعمله ان اتاحت الفرصه، والله المستعان. فالمهم يا جماعة الخير دي يعني الفيديو اللي انا كنت عايز النهاردة اتكلم عنه باختصار عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده. طبعا زي ما انتم شايفين الحمد لله رب العالمين السمان زي ما انتم شايفين هو بحالة جيدة. طبعا في بعض بقى ايه يعني انا بحس ان السمان يعني ايه ان ما ادتلوش علاج يا جماعة
بتبقى بصراحة أعطيني ظهره بطريقة غريبة جدا، بقى يعمل إسهالات وحاجات من ديتي. فيعني الناس يعني دايما يعني ايه بتبقى زعلانة من موضوع العلاجات ديتي. ولكن بصراحة يا جماعة أنا بالنسبة لي والله أنا جربت كذا مرة، لقيت إن السمان ده ما ينفعش، إن هو يعني ما ينفعش إن إحنا ما نحطلوش علاج. مش هتحط علاج يعني ما تزعلش منه بقى، هو يا جماعة السمان ده لابد إن هو يتحط له علاج. أنت حضرتك بتقولي إن أنت عندك بقى السمان بتاعك ما بي يعني ما بياخدش علاج وكلام من دوتي. فيا عم الحاج بصراحة انا يمكن عندي بقى السمان بتاعي ولا حاجة، يمكن هو يعني ايه ضعيف شوية مثلا، او احنا عندنا في مصر السمان دواني مثلا بيحتاج علاجات، الله اعلم بقى. يعني يمكن من كل محافظة لمحافظة او كل دولة لدولة ممكن يكون بجد يبقى فيه اختلاف في موضوع مناعة السمان. فالله المستعان يا جماعة الخير، وكل عام وانتم طيبين. وإن شاء الله يا جماعة يعني إيه نحاول بقدر الإمكان اليومين دولي التقرب إلى الله بالصيام، يعني أقل حاجة الاثنين والخميس بإذن رب العالمين، يعني أيام مفترجة وتمرين لدخول رمضان إن شاء الله. وخلاص ما عادش يعني هي كلها يعني أسبوعين ولا أسبوعين وكسر، يعني كلها 15 18 يوم، وإن شاء الله يحل علينا رمضان الكريم أعاذنا الله وإياكم بالخير واليمن والبركات. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.